بأي حال يعود عيدنا؟ يبتدر عروة زاويته بتساؤلات، هل يا ترى نصبح اليوم ونسمع أخبارا سارة لعيد الأضحية والفداء الأسبوع القادم؟ فنرى فداء وتضحية من المتفاوضين بأنه تم الاتفاق حول الإعلان الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية؟ أم يا ترى سنسمع مزيدا من الخلافات بتمسك كل طرف بأجندته الخاصة فنرى المزيد من الدماء والفوضى؟ ويضيف: إني لأرجو الله تعالى أن يهدي طرفين بل باقي القوى السياسية خاصة الحزب الشيوعي الذي أثر الخروج من المعادلة رافضا أي اتفاق بل مقاوما لها، وكذلك يهدي الحركات المسلحة جميعا بأن تتداعى إلى الدخول في عملية السلام وتعود إلى حديقة الوطن وتنتهي إلى غير رجعة قعقعة السلاح، وتكون القوات المسلحة بكل إداراتها الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح. ويمضي الكاتب إلى الإعراب عن رغبته في أن تمر الفترة الانتقالية بسلاسة عبر الديمقراطية التوافقية خلال الثلاثة أعوام القادمة تتمكن فيها القوى السياسية من إعادة بناء نفسها ووضع برنامجها. ويشير عروة إلى أن الشعب سئم طول الخلافات والصراعات والتدخلات الخارجية وأجندتها التي تهدف إلى تحقيق مصالحها الخاصة، محذراً من التفريط في هذه الفرصة لتحقيق الحرية والاستقرار والسلام ودولة المؤسسات وسيادة حكم القانون. ويختم عروة زاويته قائلاً: وإلا فلن يندهش أحد إذا حدثت الفوضى وأصبحنا مثل ليبيا واليمن حين استغل الشاويش على عبد الله صالح في اليمن والجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا الخلافات ليحاولا إعادة بلديهما إلى بيت الطاعة الدكتاتوري الذي أذاق اليمن وليبيا الويلات والموت الزؤام. ونتمنى أن لا يحدث ذلك في بلادنا التي قدم شعبها مثالا لثورة سلمية وللتسامح السياسي.